السلام عليكم، مرحبا بكم معايا مجددا في فضاء أسماء. كنرحب بكم وكنرحب بالجميع اللي التحقوا بنا. الوغ اليوم الحد، ما غدا محد، قلت غادي نديرو فطور على خاطرنا. تبعوا معايا تشوفوا شنو غادي ندير. الوغ الفطور ديال هاد الصباح هذا غادي يكون سو فورم دي بوتي تارتلات اباز دي زو، فلفله، فرماج، شاركوتري. من بعد غادي نعملوهم في هادوك المول هذا، فبقاو معايا باش تشوفوا الطريقه. غادي نزيد عليها شويه نتاع لاكريم فريش، قياس نتاع 3 د المعالق. فوالا، انا كملت هنا التمر ديال ديك التحضير. القياس اللي درت جاوني فيهم 6. دابا غادي نديرهم في الفران نخليهم حتى يطيبوا. فوالا، لي طارتوليت كيجيو على هاد الشكل، قدمتهم هكايا بصحة وراحة.